السلام عليكم الاخوان الاخوات. هذا الفيديو هذا ديال هشام عبود تيهضر على بوتين اللي فضح تبون ولغى 5 مليار دولار من الديون الجزائريه. وخمسة المليار دولار هي الربع ديال 20 مليار دولار اللي سامح فيها بوتين للدول الافريقيه، يعني راه الربع. وهما تيقول لك اودي حنا القوه القاره اللي ما عندنا حتى ديون تكادا تكادا. المهم تصنتوا الفيديو ونرجعوا نعلقوا عليه. فلاديمير بوتين الرئيس الروسي يكذب تبون اللي يدعي بلي ما عندناش ديون خلاص، ويلغي 5 ملايير دولار من الديون الجزائريه من ضمن 20 مليار تاع الدول الافريقيه. شوف عندنا ربع تاع الديون تاع الدول الافريقيه. كلمة عليها بعد بالتفصيل. عبد المجيد تبون يمشي ويدور ويقول لك ما عندناش ديون، اللي هو خلص الديون تاع الجزائر، ولكن الجزائر خدمت ودارت ما نعرف واش باش خلص الديون. لا، الديون في عهد بوتفليقه ربي عطاه خيره والسومه طلعت، سمعت، ولا البترول الحق 150 دولار برميل، بحبوحه كبيره. كان عندنا ديون تفاسو. واش من ديون اللي خلص؟ خلصوا الديون تاع نفامي. اما الديون اللي مع الدول الاخرى ما كانش عندنا، احنا ما كانش حتى يسلفنا الروس. عندنا ديون معاها سلاح، كنا نشريو سلاح كريدي، نشريو سلاح كريدي. انا حكايه سلاح كريدي باش تكون من عهد السبعينيات، حتى من وقت بومتين الجزائر تدي سلاح وتخلص بشويه، وما كانش تدي سلاح يعني على كميه كبيره. يعني الروس مدى بيهم الجزائر تدي سلاح، تشري عليهم سلاح، لانه الجزائر موقفها كان واضح، ما تشريش سلاح على فرنسا ولا على امريكا ولا على دول اخرى، تشري غير على المعسكر الشرقي. يعني كان من ذاك الوقت. من بعد في الثمانينات، يعني في التسليح دائما ماشي بهذه الطريقه هذه. صاحبي راه عمرها الجزائر ما دارت 18 مليار دولار السلاح، الى من 2015 لليوم 35 مليار دولار راح قصدي. دونك ما في حد شاد لي، بقاو يشريو السلاح بالكريدي، ما يخلصوش. بعد باش نهار اللي الجزائر شراو الاركيول 630 الامريكان خلصوا الكاش، وساقرهم ثاني تخلصوا الكاش، لونتونوف قام تخلصوا الكاش. قال كذا، قال ما تخلصوا الامريكان كاش، حنا ما تخلصوناش، تخلصوش بالدابور. ولكن يبقى دائما اسلحه اللي تتشرى بالكريدي، وكذا ما فيهاش يعني هم دايرين فيه ليزانتيري وكذا اكد سهل. وعلى الوقت كان زي تخلص هذا الكريدي تاع السلاح، تخلصوا بليزيكسيدون اندستريال، بالفائض الصناعي. قال بون، كنا نصدروا صبيغه تاع الديار تاع الباتيمون، ننجو بزاف، بيفضل نبيعوا للروس. تسمى ما يخلصوهش، يتنحى من الكريدي تاع السلاح. قال عندنا فيلوات بدا منا بزاف، بيع سونيتاس تنتج بزاف، بيع بلا ما تديهم دراهم يروحوا يتنحوا من الدين. قال 5 ملايين. هذه تبون ما كانش على بالو بها. يبين لك بلي رئيس دوله ما يعلم حتى شيء. حتى البارح صفعوا بوتين صفقه كبيره، بعد الصفقه الاولى اللي ما عرضش جمهوريه البوليزاريو. استعمل المفروض روسيا معروفه كانت دوله تقدميه، حتى كانت الاتحاد السوفيتي سيتي نورمال، كان دائما مع الشعوب المكافحه من اجل استقلالها ومن اجل حريتها. ولكن بعد بقات هذيك الثقافه يعني عند الرؤساء، قال ساعدوا الشعوب الطواقه للحريه. بوليزاريو ماهوش في الحساب، بوليزاريو ماهوش في الحساب. تجي تضحك على الناس، تسعد في واحد حاطهم رائد تقول لي راني داير بهم دوله، ما تضحكش على الناس، راهم شنو نهار الرؤساء. دونك ما عندهمش، دونك هذا الكف الاول. يعني المفروض كان يستنى مدابير باش الكف الثاني ما قالهم اي انا نمحي لكم الديون. مازال عندنا ديون وش من 20 مليار ديون تاع دول افريقيه، كان 5 ملايير تاع الجزائر، يعني الربع.
روسيا تلغي ديون ماليه بقيمه 20 مليار دولار عند دول افريقيه. دول افريقيه وهذه هاي توضع في ميزان الحسنات. الجزائر العظمى القوة الضاربة 5 ملايير و700 مليون، وتجي وراها اثيوبيا 5 ملايير، وليبيا 4 ملايير ونص، وانغولا 3 ملايير ونص. يا كيف جات هذا روسيا منذ مدة الدول الافريقية ثاني الدراهم دولهم سلاحة، الدول الافريقية ثاني سلاح. روسيا معروفة أنها هي أول ممول أسلحة في القارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية هي يعني كانت دولها هما الآخرين اللي نالوا استقلالهم، وبالتالي كانت روسيا هي اللي تسلح بين يعني بعد ترجع غير هنا برك بين 2017 و2021 في 5 سنين 44% من أسلحة اللي دخلت افريقيا هي اسلحه روس، بينما امريكا صدرت لافريقيا الدول الافريقيه 17%. شكون اللي يمدوا اسلحه امريكيه؟ المغرب، تونس، مصر. مصر كانت هي الزبون الاول تسليح عندنا، ودول اخرى كما نيجيريا كاينه. 10% من الاسلحه الصينية و 6% فرنسية. هذه يعني الإحصائيات اللي خرجت في دراسة قام بها مركز بلجيكي اسمه مجموعة الأبحاث والإعلام للسلم والأمن. روسيا مع الجزائر العلاقات التجارية ديالها محورها غير على السلاح. قلنا بكلمات كانت عن التبادلات ياخذوا لي زيكسيدون اندستريال، ياخذوا غير السلاح. دونك السلاح هذا اللي قاعدين هو داخل، ما همش قادرين يتخلصوه. قال لك يا روح نلغيو هذا 5 ملايير و700 مليون. ودايور بوتين منذ أن تولى الحكم في روسيا حب يحبس حكاية الزبائن التاريخيين. شكون الزبائن التاريخيين؟ الجزائر ومصر، هذوما الزبائن التاريخيين. حب ينوع، دونك يصدر أسلحة لنيجيريا، أسلحة لأفريقيا الوسطى، أسلحة لموزمبيق، البوروندي، أفريقيا الجنوبية. ودايما نشوفوا أنه في المدة الأخيرة 6 شهور الأخرين، شوف مثلا الزيارات اللي قام بها وزير الخارجية الروسي إلى هذه الدول، بوروندي، موزمبيق، أفريقيا الجنوبية. سيرغي لافروف كان يلعب دور الكوميرسيال، لأنه بالنسبة لروسيا ما عندهاش منتوجات كبيرة يعني دي زورديناتور ولا قاعدة موبيلات ولا هكذا باش تصدر السلاح. دونك يروح يدير باش قال بيعوكم السلاح وعندنا سلاح مليح وعندهم سلاح مليح. وهذا يعني نشوفوا انه حتى هذا اللقاء اللي داروه سان بيترسبورغ روسيا استغلاته باش تكون فيه صفقات تجاريه وصفقات شراكة مع بعض الدول الإفريقية اللي ما عندهاش معها اتفاقيات. الجزائر ما عندها قالها دي تسيري، لكن مع جابوا 49 دولة من ضمن 54، من ضمن 54 جابوا 49 دولة وعملية تجارية. روسيا كانت بكري تمد السلاح من أجل المدة، عن الدول تاع العالم الثالث والدول التقدميه، يعني حتى في التدريس في كذا في كلش كانت روسيا تمد. دونك قال لازم ننتجوا، لازم ندير تجاره، لازم تستغل تاخذ حتى هي.
المهم احنا بالنسبه لنا كجزائريين اتهنينا من هذا العادات هذه تاع 5700 مليون، ودرك شويه راح تروح على بالناش، ما كانش دايرين الحساب على كل حال، نتبوا باش كان جاهل على بالوش، ما تبعش. انا متاكد بلي لما قال ما عندناش ديون قالها سانسيرمون. كي يكذب نقول لك يكذب، ما قالهاش من باب الكذب، واش جا فطنو بصقلة بوتين، وتمنيت لو كان تبون لي في سان بيترسبورغ نشوفو كاش يتزعطو كي يسمع خمسة يقول له بوتين أرواح غادي نسالك 5 مليار 700 مليون غادي نسمح لك فيها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكيف سمعتوا بان هشام عبود بعد ما تيلسانيه تيصرح وتيقول لك اودي راه 5 مليار دولار كانت تسال الجزائر. طبيعة الحال سامح اليوم فيها بوتين، وحنا تنعرفوا بان هناك دائما بالنسبه لبوتين كاين مقايضه، هاك وراء ما فيها هزاره، يعني السيد راه ما تعطيش حاجه فابور. بطبيعه الحال راه 5 مليار هذيك، نعم سيدي راه 5 مليار دولار، مليار ينطح مليار. بطبيعه الحال كانت هناك فاش كانت الزياره وداك الشيء كانت هناك مقايضه، كلام من هنا عليه كذا، هادشي اللي جعل على ان بوتين انه يسامح في ديك 5 مليار دولار. بطبيعه الحال فمن هنا يبان لك بان راه اي حاجه قالها هذاك ميخي ديال تبون راهي الكذوب، راهي القنبول وراهي الشفوي وراهي البومباوي النووي والسلوكيه، تيطلق الناس السلوكيه ما تتيقوش، حنا راه تيتيقو الشعب ديالو مسكين، الشعب ديالو مغلوب على امره تيتيقو، وتيتيق بان راه كاع داك الشيء اللي تيقول راه حقيقه وراه ما كاينش منه نهائيا. قال لك اسيدي داك الشيء اللي كان تيخلص تبون راه غير ديال لاي فامي، اما بينه وبين الدول راه ما كاين والو، راه باقي تيسالوا جميع امريكا، امريكان علم الله شحال تتسال، فرنسا علم الله شحال تتسال، الصين علم الله شحال تتسال، يعني الدول الدول ما تعرفش شحال كتسالوا الدول الغضب ديال الفلوس. يلا دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.